بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم أجمعين الصيام والصلاة والقيام والبدل والإحسان. موضوعنا اليوم عن ليلة القدر وعلاماتها، هذه الليلة المباركة التي اعتنى بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وسماها بليلة الفرقان وليلة الغفران وليلة التوبة وليلة الرحمة وليلة البركة وليلة العتق من النيران. إنها ليلة القدر المباركة، سماها أيضا ليلة سلام للمؤمنين من كل خوف. إنها ليلة أعظم من كل الليالي قدرا ومنزلة عند الخالق جل علاه، كيف لا؟ وهذه الليلة التي أنزل فيها ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم في مرحلة من مراحل نزوله، فقال جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة أنزل فيها ربنا سبحانه وتعالى كتابه العزيز من اللوح المحفوظ إلى مكان في سماء الأرض يسمى ببيت العزة، ثم من بيت العزة صار ينزل به جبريل على سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه متفرقا حسب الحوادث والوقائع والمسببات. ولهذا ربنا عز وجل احتفى بها أيضا في سورة القدر وفي سورة الدخان، قال في مطلعها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فلماذا ربنا سبحانه وتعالى كرم هذه الليلة ولماذا سماها بليلة القدر؟ قيل بأن الله عز وجل سماها ليلة القدر هي من القدر وهو الشرف، نقول فلان ذو قدر عظيم أي ذو شرف عال، فسماها ليلة القدر أي ليلة الشرف والمقام الكبير. وقيل لماذا سماها ربنا بهذا الاسم؟ لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة المقبلة، هذه السنة سيكتب فيها الله عز وجل التدابير الإلهية. وقيل أيضا سميت ليلة القدر لأن العبادة فيها لها قدر عظيم، لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة ربنا جعلها مباركة لأنها أنزل فيها كتابه العزيز، فقد أخذ جبريل عليه السلام أمين الوحي أخذ القرآن العظيم من الذكر يعني من اللوح المحفوظ، فنزل به إلى مكان في السماء الدنيا يسمى ببيت العزة، أنزله دفعة واحدة، ثم من بيت العزة صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا على حسب الأسباب والحوادث. فأول ما نزل منه كان في غد تلك الليلة، نزل خمس آيات من سورة العلق، وهي في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه أول الآيات التي نزلت من كتاب الله عز وجل، وأخبر فيها المولى بأن الملائكة
في هذه الليلة تنزل إلى الأرض جميع الملائكة، والملائكة أجسام نورانية لا يقدرون بعدد، الملائكة عظام أعدادهم أضعاف المضاعفة من البشر، وهم أشكال وألوان، وربنا سبحانه وتعالى خلق فيهم أجنحة متنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. هؤلاء الملائكة ينزلون إلى الأرض في هذه الليلة المباركة، ينزلون بالخير وبالرحمة والمغفرة. قال جل جلاله: تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فلا تبقى بقعة في الأرض إلا وفيها ملك ينزل بأمر من الله عز وجل حتى تضيق بهم الأرض. أي نعم أيها الأحباب، هذه الليلة سوف تشهد ازدحاما في نزول الملائكة، ينزلون بأمر الله حتى تضيق بهم الأرض. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة، في جماعات من الملائكة، يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله، فينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ويعد تنزل الملائكة على المؤمنين تشريفا لهم ورفعة لمكانتهم عند الله سبحانه، لزيارة العباد الذين أحبهم الله، ونزولهم سبب لنشر البركات وحفظ المؤمنين من كل سوء في أنحاء الأرض. هذه الليلة المباركة أيها الأحباب الكرام، ربنا يكتب فيها الآجال والأرزاق خلال هذا العام، وهو القائل: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقسم كل أمر مبرم، حيث تتنزل الملائكة بكل أمر قضاه الله في تلك الليلة من أرزاق العباد وآجالهم إلى قابل. وكل حوادث العالم تقع في هذه الليلة، ربنا يكتب فيها الأحياء والأموات، والناجون والهالكون، والسعداء والأشقياء، والعزيز والذليل. كل ما أراده الله تعالى في هذه السنة يكتب ويفرق، ثم يدفع ذلك إلى الملائكة لتتمثله وتنفذه. هذا ما يسمى بالتقدير السنوي والتقدير الخاص. أما التقدير العام فهو متقدم على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما صحت بقوله الأحاديث. هذه الليلة المباركة ليلة القدر هي خير من ألف شهر، ليلة خالية من الشر، ليلة خالية من الأذى، ليلة تكثر فيها الطاعة وأعمال البر والخير، وتكثر فيها السلامة من العذاب، ولا يخلص الشيطان فيها إلى ما كان يخلص في غيرها، فهي سلام كلها، سلام كلها. لهذا قال ربنا: سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر تسمى بليلة السلام، فيها يعم السلام ويعم الأمن والأمان والسكينة. وقد وصفت بالسلام لأنه لا يحدث فيها إلا ما كان كل أمر فيه خير وراحة للمؤمنين منذ بدايتها، أي منذ مغيب الشمس إلى طلوع فجر ذلك اليوم. ربنا سبحانه وتعالى لا يحدث فيها إلا السلام، إلا الخير، إلا الأمن، إلا الأمان، إلا السكينة، تستمر إلى طلوع فجر اليوم التالي، من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر اليوم التالي. وربنا سبحانه وتعالى جعل فضل هذه الليلة يشمل جميع أجزاء الليل دون اختصاص الثلث الأخير، أي الجزء منه، إلا أن الله سبحانه وتعالى خص المؤمن القائم العابد لله والمستغفر لذنبه والتائب عنه بهذا السلام. فخاصية السلام
هي لكل من أراد قيام هذه الليلة، وهي بشارة للمؤمنين من الله عز وجل لتشديد الهمم وعدم الفتور عن القيام والذكر والمناجاة والاستغفار في هذه الليلة المباركة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمس صحابته للعمل الصالح منذ أول رمضان، كان يقول: آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم كل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: دخل رمضان، ويقول: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هذه الليلة المباركة فيها العبادة والطاعة، ربنا قال فيها: هي خير من ألف شهر. ومعنى ألف شهر هي 83 سنة وأربعة أشهر، 83 سنة وأربعة أشهر، هي ليلة خير من ألف شهر. قال الإمام مالك رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل مثل ما الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. فالأمم السابقة كانوا يعمرون 1000 سنة وأقل وأكثر، لكن الأمة الإسلامية لا تعمر إلا ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. فربنا سبحانه وتعالى وهب إلينا هذه الهدية، هذه الليلة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من 83 سنة وأربعة أشهر. هذه الليلة تسمى بليلة الغفران، ربنا يغفر فيها الذنوب لمن قامها واحتسب في ذلك الأجر عند الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ولو بركعتين إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقوم هذه الليلة وهو مؤمن موقن بأنها إحدى ليالي رمضان، وأنها إحدى الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، مخلصا لله تعالى محتسبا أجر عبادته عنده، قائما له تائبا إليه بغفران ذنوبه في السنين الماضية جميعا، ونيله مغفرة واسعة تشمل صغائر الذنوب، وقيل إنها تشمل أيضا كبائر الذنوب، فالمعنى غفر له ما تقدم من ذنبه. العلماء منهم من قالوا إنها تشمل صغائر الذنوب، لكن جمهور العلماء يقولون إنها تكفر حتى كبائر الذنوب. فربنا سبحانه وتعالى من تمام غفرانه لعباده أنه يعينهم على أداء حقوق العباد التي عليهم وقضائها. ولهذا وجب أن نكثر من الدعاء بالعفو في هذه الليلة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذا هو الدعاء المأثور الذي ينبغي أن يكثر منه المؤمنون في هذه الليلة. وهذه الليلة لها علامات، ولها مجموعة من الإرهاصات. فأي الليالي هي؟ أي الليالي؟ منهم
من قال بأن هذه الليالي هي ربما قد تكون في العشر الأواخر. عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. كان سيدنا النبي سيخبر، لأن هذه الليلة جاءت خفية في الليالي. فالعلماء قالوا منهم بأنها ليلة 21، منهم من يرى بأنها ليلة 23، ومنهم من يرى أنها ليلة 25، ومنهم من يقول إنها ليلة 27، ومنهم من يقول أنها ليلة 29. سيدنا النبي كان سيبينها، سوف يبينها. واللحظة التي سوف يخبر، خرج من المسجد فتلاحى رجلان من المسلمين، رجلان وقع لهم شجار وتلاح في القول. فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بهذه الليلة، لكن لما تلاحى فلان وفلان رفعت عني، وعسى أن يكون خيرا لكم، عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها. في 29 من رمضان. إلا أن العلماء حسب قولهم بأن علامتها أكثرهم على أنها ليلة 27. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يحكي أنه دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر. سيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يعرف متى هي هذه الليلة، وجمع الصحابة الفضلاء والفقهاء والمحدثين ما هي هذه الليلة. فعموم الصحابة أجمعوا على أنها العشر الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لا أعلم أو أظن أي ليلة هي. فقال عمر: إذا أخبرنا أي ليلة هي. فقلت: هي 7 تمضي أو 7 تبقى من العشر الأواخر. فقال: من أين علمت ذلك؟ فقال ابن عباس: قلت: خلق الله 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، والدهر يدور في 7، والإنسان خلق من 7، ويأكل من 7، ويسجد على 7، والطواف على 7، ورمي الجمار 7، وأشياء كثيرة ذكرها. فقال سيدنا عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وسيدنا عمر الخطاب أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. ثم إن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ويقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. إذا تسألنا أيها الأحباب الكرام، ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ السبب في إخفاء ليلة القدر وعدم تحديدها يعلل بغاية ترغيب وتحفيز للعباد على الاستمرار والمداومة على العبادة والمثابرة عليها والمبالغة فيها طوال العشر الأخير من رمضان، لئلا يقتصروا على العبادات والطاعات في ليلة واحدة. ولذلك كان جديرا بالمسلم تحري الليالي العشر الأخيرة من الشهر المبارك كاملة، وقيامها والمواظبة فيها على ذكر الله والدعاء والصلاة وقراءة القرآن، وبذلك يشغل العبد نفسه ووقته على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الليلة لها علامات، وأيضا سورة القدر قيل فيها علامات. فمثلا لما قال ربنا عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالعلماء قالوا بأن اسم الليلة
ذكر 3 مرات إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ثم ردد 3 مرات وقالوا إن مجموعها 27. هذه الكلمات في 3 27. ثم إن عدد الكلمات في السورة قيل بأنها 29، وكلمة هي سلام، هي سلام، هي كلمة هي، قالوا هذه زائدة، فلو حذفناها لكان الكلام مستقيم، سلام حتى مطلع الفجر كلام مستقيم، لكن لماذا ربنا قال هي؟ فهي هي رقم 27. إذا قمنا باحتساب هذه الحروف وكلمات هذه السورة فهي فيها 29 كلمة أو 30 كلمة، وهي رقم 27. لكن العلماء قالوا بأن هناك علامات لهذه الساعة أو لهذه الليلة. أول علامتها هي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، لكن هذه العلامة في الوقت الحاضر لا يمكن أن يشعر بها ويحس بها إلا من كان في البر بعيدا عن الأنوار. من علامات هذه الليلة الطمأنينة، الناس يشعرون بطمأنينة القلب وانشراح الصدر ويجدون راحة وقوة في العبادة. ثم إن الرياح تكون في هذه الليلة ساكنة، أي هذه الليلة لا تأتي فيها عواصف ولا قواصف، بل يكون الجو مناسبا. أيضا الناس يلاحظون بأنهم يجدون لذة ونشاطا أكبر في العبادة في هذه الليلة من غيرها من الليالي، حتى إن الله تعالى قد يري ذلك بعض المؤمنين في المنام. هناك صحابة رضي الله عنهم رأوا حقيقة الليلة في المنام، والغالب رأوا ليلة 27. ثم من علامتها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، تطلع صافية ليست كعادتها في بقية الأيام. وهذا ما ذكره أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع عليها. وأبي بن كعب هو الذي قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة أمرنا رسول الله بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ومن العلماء من قال بأن هذه الليلة تتنقل، في سنة تأتي في ليلة 21، سنة أخرى في 27، مرة أخرى في 23، مرة أخرى في 29، مرة أخرى في 23. قالوا بأن الله من حكمته أنها جعلها تتنقل. فالمطلوب من المؤمن أنه يجتهد على قدر ما يستطيع في كل هذه الليالي العشر من رمضان ولا يستثني، وإن كان سيزيد يزيد في 27. لكن السؤال ما هي الأعمال الصالحة التي ينبغي للمؤمن أن يقوم بها في هذه الليلة؟ أول شيء أيها الأحباب الكرام، المؤمن عليه أن يكثر من القيام في هذه الليلة، الصلاة والقيام. فالقيام يؤدى ركعتين ركعتين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل متنا متنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فنصلي أكبر قدر ممكن في هذه الليلة المباركة، متنا 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 متنا، ركعتين ركعتين على قدر ما نستطيع. طبعا هذه السنة ما في مساجد نصلي فيها جماعة، ممكن أن نجمع الأسرة والعائلة والأحباب معنا في بيوتنا ونحضر ونلتزم شروط الوقاية ونصلي ما تيسر من صلاة التراويح والقيام ركعتين ركعتين، وممكن أن نستعين بالمصحف الشريف، وممكن أن نقرأ بقصار السور، كل ذلك جائز. المهم أن نحيي الليل، فقد قال صلى الله عليه وسلم
أنه إذا أقبلت هذه العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أحيا ليله يعني ما في نوم، في الليل كله فيه عبادة وطاعة. أحيا ليله ربنا يحيي قلبه، من أحيا ليله في هذه الأيام ربنا يحيي قلبه. وكذلك من الأعمال الصالحة التي نقوم بها في ليلة القدر قراءة القرآن العظيم، فيستحب للمسلم تلاوة كتاب الله عز وجل وترتيله في هذا الشهر العظيم، ويطلب بأن هذه الليلة يملأ وقته بالقراءة، قراءة كلام الله أو يستمع، أو يستمع من لم يقرأ يستمع للمقرئين. وحبذا أن يختم في هذه الليلة، كان الناس الصالحاء يختمون تلاوة القرآن في هذه الليلة، وبذلك ينالون أجرا عظيما وفضلا كبيرا. كذلك أيها الأحباب الكرام، في هذه الليلة ممكن أن العبد المؤمن يتصدق بما يسر الله له، فهناك الصلحاء يقدمون زكاة الفطر بدءا من هذه الليلة، يقدمونها للفقراء والمساكين والمحتاجين، لأن الصدقة فيها مضاعفة. الصدقة في رمضان تعدل 70 درجة، وفي ليلة القدر تضاعف إلى ما شاء الله من المضاعفة. وخصوصا ما الذي ينبغي أن نقوم به في هذه الليلة، وهو أن نكثر من الدعاء. فالمؤمن عليه أن يغتنم ليلة والأذكار والتسبيح وسؤال الله العتق من النيران. وأفضل ما يدعو به المسلم في ليلة القدر أن يسأل الله العفو والعافية والمغفرة. فكما ذكرنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. لأنه لا سبيل للعبد إلى النجاة إلا بعفو ومغفرة الله جل علاه، فمن لم يتغمده الله بعفوه ومغفرته فهو من الهالكين لا محالة. فليس أحد من خلق الله إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته، كما هو محتاج إلى فضله ورحمته. وكما قال الشاعر: يا ربي، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استشار بذيل عفوك من عقابك ملحفا، رب اعف عنه وعافه فلا أنت أولى من عفا. فهذه الليلة ليلة العفو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا قيام رمضان وصيامه وختم القرآن، وأن يتقبل منا العمل الصالح. فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عجل لنا بالفرج والرحمة والمغفرة والرضوان. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين.